أهلا ومرحبا بكل مشاهدينا مرة ثانية في الساعة الثانية من صباح الشروق، ودائما بنبدأ الصباح بكلمة صباح الإشراق والأمل، والإشراق الأمل، والأمل يبدأ من الداخل دائما، لكن برضو المظهر الخارجي لابد أن يكون مشرق جميل نضر ورائع، خاصة عند المرأة. المرأة دائما بتتميز بأنها هي جميلة في كل تفاصيلها، جميلة في أسلوبها، جميلة في شكلها العام، جميلة في وجهها عموما. الجمال يعني دائما للمرأة هو الأقرب، وبتسعى لأنها هي تنال لقب مفهوم الجميلة في كافة التفاصيل. علشان كده حريصين دائما في صباح الشروق يكون عندنا فقرة تجميلية لكل نساء بلادي. اليوم هنتكلم عن واحدة من الأعشاب المهمة التجميلية والمميزة والجميلة، قد يكون كثير من النساء هم ما عارفين أهميتها قدر إيه هي، ممكن يكون عندها فوائد تجميلية للمرأة. داخل الاستوديو معنا دكتورة هالة عبد الرحيم علي، اختصاصي الطب البديل. أهلا ومرحبا بك دكتورة، صباح الخير عليك. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير عليك وصباح الخير على المشاهدين، وصباح العافية وصباح المحبة. وزي ما قلت لك ما شاء الله تبارك الله مقدمة جميلة جدا. المرأة هي الجمال، المرأة هي الروح، المرأة هي الأساس، لأن المرأة هي إذا استعدلت وإذا كانت إيجابية وإذا كانت هي قوية، المجتمع قوي والبيت قوي إيجابي. وكل شيء إيجابي، نتفق يعني التحكم فيها هي وهي الأساس. وعلى فكرة هي المرأة هي أساس الرجل وهي أساس العيال وهي أساس البيت، هو كل المجتمع. هي كل المجتمع. نعم. جميل، نتفق معك تماما. وعشان كده حريصين اليوم نتكلم عن واحده من الاعشاب المهمه جدا. العشبه هي صعبه النطق، صعبه الحصول عليها كذلك، يعني ما بطمنكم، لكن في نفس الوقت متوفره، لو في انسان بحث عنها بيلقاها موجوده وبيستفيد من جماليتها. هنتكلم عن عشبه الجينسينج. عشبه الجينسينج، هم طبعا في ناس كثير بيقول لك، لما انا اجي اقول الجينسينج بيقول لك شنو؟ الجنسج. ايوه نطقها صعب. او ممكن نتعرف عليها، ما هي عشبه الجنسج؟ عشبه الجنسج هي عشبه معمره بتكون دائما قاعده في شرق اسيا، يعني هي مشهوره في الصين وفي اليابان وفي امريكا. وهي طبعا انواع في العشب، نقول شرق اسيا بنعني انه هي اليابان وكوريا والصين والهند. على فكره هناك مشهوره شديد، وعندها يوم مخصص في السنه بيحتفلوا بها. ليه؟ لأن بقول لك هم عندهم اعتقاد، وفعلا ده صحيح، انه الجنسج هو المميد للحياه، لان فوائده رهيبه جدا. لو انت جيتي تكلمتي عنها من طريقه طبيه، طبعا انا عارفه انه الحلقه بنتكلم عنها الان هي التجميليه، لكن انا ممكن ادي نبذه بسيطه من طريقه طبيه. بتنظم السكر في الدم، بتنظم الضغط، بتعالج سرطان المعده بالذات، وهي بالمناسبه بتنشط العضلات، وهي مكمل غذائي، وحتى الرياضيين في حالة تناولها، يعني في حالة تناولها في عملية الأدوية. لا هي الآن تناولها، في تناولها طازجة يعني. نعم، حتى في الصيدلية الآن في السودان فيها كبسولات وفيها أدوية، بتلقي لما تلقي في أورشيتا بتلقي العنصر أو المادة أو العشبة حقت الجنسك، هي موجودة من ضمن المركبات الكيميائية. لكن إحنا بنقول إنه من ناحية طبية يا جماعة تحت إشراف الطبيب، لأنه جنسك هي جرامات، يعني الجرام لو كان قليل او بيقدر يتحكم الطبيب، لو كان قليل او كان كثير تبقى مشكله لو انت اتاخذتها بطريقتك انت براك. نعم، لازم الطبيب تحت اشرافه، كل حاجه تحت اشراف الطبيب. نتكلم عن الفوائد التجميليه بالنسبه لهذه العشبه. الفوائد التجميليه بتصلح البشره بطريقه رهيبه. كيف؟ دي اهم حاجه. كيف بتشيل الجنسج؟ بقدر مناسب حسب الحاله اللي انت فيها، بشرتك دهنيه، بشره جافه، بشره عاديه، بشره مركبه، انت بخصص البشره هي شنو، بدي جرامات معينه بديك ليها على حسب الحاله اللي انت فيها. بتعالج حب الشباب، بتعالج الاثار، بتعالج النمش، بتعالج الكلف. الكلف احنا مشاكل مهمه جدا، النمش والكلف. الكلف هنا في السودان كثير، والتصبغات هنا كثيره، والهالات في برضه في جهل في حته معينه. يا جماعه في فرق بين الكلف والتصبغات والهالات. جاتني تصبغات بجيب علاج الكلف، بعمل الكريم اي كريم مش معين، يعني بنبقى احنا اطباء نفسنا بدون نعم. ما نلجا لخبير او لطبيب، مشكله طوالي مباشره اقرب بوتيك او نعم. صيدليه ما هم مشكله هم في جهل في اني شنو، انا بشرتي ممكن اجيب لها اي حاجه، على فكره معي حاجه البشره بتمرض،
طبعا الشعر بيمرض، الجسم بيمرض، في مسامات بتتنفس زي ما احنا بنتنفس عادي. انت بتجيبي كريم غير ملائم لبشرتك بتخربي البشره زياده، او ممكن تجيبي الكريم صلح البشره بتاعتك، اول ما صلحها وقفت الكريم بيضرب، وممكن اوقف الكريم في عوامل الاهمال، ممكن جاني كره ان شاء الله يجي الفرح كويس، في عوامل بتجي الوش بيرجع اسوء الانشغال. ايوه الوش بيرجع، تلقي نفسك انك انت فقدتي انت عندك الهلع بانك انت عاد تصلحي وشك وصلحي بشرتك خربتيها زياده. فالالتزام بالحاجات الطبيعية والحاجات الملائمة حتى لو كانت طبية وحتى لو كانت صيدلانية تحت إشراف الطبيب اللي بيوريك عدد الجرامات أو عدد الكمية أو عدد المادة الموجودة في الخلطة، ده مهم شديد. الموضوع مش موضوع إنه أنا عايزة أقبى حلوة وعايزة أقبى جميلة وخلاص مش أجيب لي كريم ومشي السوق ومش، الموضوع ما كده، الموضوع تحت إشراف الطبيب. علشان أنا ما يجيني أول حاجة، في حاجة إذا أنا جاتني الشيخوخة المبكرة وأنا من الثلاثين، خليني الثلاثين، أنا عمري 50 سنة 60 سنة جاتني شيخوخة مبكرة بتجيني نفسيات طبعا مشكلة طبعاً كبيرة شديدة. أيوة هسي عانى أنت الحبوبة بتاعتنا، حبوباتنا دي حلوة وجميلة وبشرتها راقية جدا، وشوف الشعر كيف بالحاجات. طب حبوباتنا اللي استخدموا الكركار، استخدموا الحاجات الحالية نعم. لو قلتي لبيت شابة نعم. أنا لو قلت لي استخدمي ما أقدر استخدمها. أي لكن هم واعين، هم واعين، استخدموا حاجات طبيعية نعم. شاب وغيرها. ما دخلوا على البشرة بتاعتهم ولا على شعرهم حاجة كيماوية، علشان كده بتلقي القوة فيها، القوة وين؟ في النضارة بتاعت البشرة. ما شاء الله تلقون مشلخات كده، وحتى هسه الشروق طبعا انتهت لكن تلقى البشره كده جميله وراقيه وحلوه نضره ونضره شديد. ليه؟ لانه بس حتى المره الحبوبه تقول لك يا بنتي انت يا اخي والله الكريمات دي خلاص، يا بنتي انت مشيتي الدكتور جبتيها، يا بنتي تعالي اعملي الحلبه، يا بنتي تعالي خشي المطبخ الترمس المسحون الدخون الدقيق العجين المر، بيتكلموا كلام جميل وحلو، حاجات انت ممكن تعمليها وما منها اي خوف. أكيد. لكن انت تعالي، انا لو طلعت الشارع برا مع الشمس بتاعتنا حقت السودان دي، الوش احمر ايوه، وتصبغات والكلف والهالات وغير كده، حتى لو عامله كريم وما جاتك اي حاجه كويسه، بتلقي انك انت تعبانه، البشره دي فيها شحوب كده، عشان كده تضطري تعمل الفاونديشن، تعمل البودره، تخربط زي ما بقولوا تزيد الطين بله. فما طيب نرجع لموضوع العشبة تحديدا. نعم تكلمنا عن فوائدها، والفوائد هي اللي اخذتنا للنقاط نعم. الكثيره، وطبعا النقاش فيها كبير وكثير طبعًا. شديد فوائدها انه قلت هي بتزيل التصبغات نعم. بتحافظ على البشره، بتزيل الكلف والتعب وغيرها. والاجهاد جميل طيب كيف نقدر نعرف يعني انواع البشره بتنفع مع العشبه ولا؟ العشبه ممكن اقول ان هي بتنفع مع كل انواع البشره، كلها حتى البشرات العاديه. أيوة. جافة. اذا نعم اذا انت جيتي قلتي البشره العاديه، لا عندي حبوب لا عندي اسال لا عندي صبغات، لكن انا والله عايزه نضاره، طبعا التفتيح عايزين نفتح الوجه، دي حاجه حلوه جدا، انت ممكن تشيلي العشبه حقت الجنس تفتحي بها الوجه تعمل لك نضاره. والله بشرتي دهنيه فيها حبوب فيها اثار، طبعا معروف البشره الدهنيه مسماتها واسعه ودهونها كثيره والحبوب بتاعتها كبيره وفيها دم مرات، ومرات بتكون فيها ماده دهنيه، بتشيل العشبه اللي هي مخصصه بجرامات معينه وبتنفع مع كل البشرات انت تستخدميها. لكن في حاجه نقطه مهمه، انت جيتيني بشرتك دهنيه، اي هنا دي بشره دهنيه ودي بشره جافه ودي بشره عاديه ودي بشره مركبه، المنتج بتاع جنسي واحد، لكن عدد المسحات او عدد الاستخدام بيختلف من من بشره لبشره. يعني البشره الدهنيه ممكن تتاخذ في اليوم مره واحده تستخدمها، البشره الجافه ممكن يوم بعد يوم، لان هي جافه محتاجه لتغذيه اكثر ومحتاجه لدهون اللي بتنفع مع البشره، ما ينفع ان نستخدمها كل يوم. يعني طريقه الاستخدام بتعتمد على انه انا اديك ليها، لما انت تجيتيني بمشكلتك او كل زي ما قلت لك كل البشرات بتنفع معها، لكن الاستخدام بالاورشيتا انا بديك له. يعني ما عدم توفر هذه العشبه، يعني ما متوفره جايه من شرق اسيا، فتخيليها عندك بس. ايوه انا درست فيها وتخصصت فيها وجبتها وعملت عنها يعني ابحاث، وبعدين عملت حاجه جميله دخلت فيها حاجاتنا السودانيه. من مثلا لو جيت اتكلمت عن الشعر، انا عارفه الحلقه عن البشره، لكن طبعا الحوار بتاع التجميل بياخدك انت ونقعد ساعه، اهم حاجه طبعا بنقعد ساعه وساعتين في موضوع التجميل ده، لانه انت مظهرك الخارجي بمناسبه مش انا يعني كامراه، كرجل
مفترض تهتم الرجال برضو يا جماعة، البشرة بتاعتهم مرات تتعرض للكلف وللنماش وللحبوب، وانت كمذيع وانت كشغال في شركة وانت كشغال برا مظهرك الخارجي مهم جدا. أكيد. وزي ما انا اتكلمت يا جماعة، موضوع انك تعالج البشرة والشعر مش موضوع يعني موضوع حساس كرجل، لا، موضوع كمظهر انت تقابل به الناس نظيف. لانه البشره لما تكون ذات تعبانه يعني انت ما تعالجها وتكون مرهقه وتتعب بتمرض، هي زي ما ذكرت نعم بيكون في فطريات، نعم، في اشياء كثيره بتاخذك ل نعم. ولو جيت تكلمتي خليه موضوع المرض جانب، انا والله عندي اجتماع الان، انا ليله مدير بتاع الشركه، انا والله عامل، انا والله كمذيع، ما ممكن تطلع انك انت بشرتك تعبانه، ما تكون انيق كده. ايوه المظهر مهم شديد. اكيد. حبوبة بتقول لك والله الوجه ده المرور، دايما حبوبات بتقول لك والله الوجه ده المرور. فالوجه ده لازم يكون نظيف، نتكلم من ناحية طبية، خلينا من ناحية تجميلية خلي جانب، من ناحية طبية الوجه لازم يكون نظيف ويكون يعني صحي ويكون طبي، تقدر انك تقابل به الناس برا. اكيد. نعم. طيب متى بتظهر فوائد العشبة؟ لما انا ابدا استخدمها بعد ما تديني طريقه معينه لاستخدامها، متى بتظهر واستخدامات ذاتها بتتم كيف؟ هل انا بستخدمها بشكل ماسكات؟ دي حاجه نحن المفروض نركز عليها. نعم. وهي عباره عن حبوب وهي عباره عن تناول، ورينا اشرح لنا. يلا ده سؤال مهم. انا بتين انا شلت المنتج على فكره، الجنسك ده هو بتاخد عن طريق الفم لما يكون في مرض معين في حاجه معينه، من ناحيه تجميليه عن طريق المسح نمسح اي. طيب انا والله شلت التركيبه دي، طبعا لما اشيل التركيبه بكون عندي حماس وعندي امل وعندي تفاؤل انه انا والله في ظرف بتاع اسبوع اسبوعين انه القى نتيجه. اثناء ما انت بتستخدمي العشبه بتاعت جنسك بتظهر النتيجه ليه وسرعه ليه؟ لانه جنسك بيفتح المسام بيخليك تستفيدي من الاكل والشراب اللي انت بتاخديه اثناء اليوم، ودي مشكله. في ناس شعرهم بيكون هنا، هم عمرهم من عمر 6 سنين لعمر 30 سنه الشعر قاعد هنا، او البشره تعبانه وفي حاله بتاعت هلع، انه يعني البشره تعبانه سنين كلها جاريه ورا الصوابين ورا الكريمات. صح. ليه؟ لانه ما في تغذيه، لانه الاكل والشراب اللي انت بتاخديه اثناء اليوم ما بيسهر عليكي، ما مستفيده منه، ما في اصلا اكل وشراب. والله قدر الفي، بس إن الواحد ما هو خلاص مع تعب الحياه والجهاد والنفسيات والمعيشة، والواحد برضو على، أنا بقول لهم طالما ده خلاص اتفرض علينا نحن ننظم حالنا عليه. صحيح. وطبعا المعيشة بيقى مثلا الوجبة الليلة فول، الفول ده أنا والله أنظمه وأجيه وأرتبه خلاص على قدر حالي، أقدر أنا أستفيد منه من ناحية غذائية، الغذاء جوا في الجسم وفي المعدة جوا بينعكس عليك من ناحية إنك أنت برة تكون نشيط، عظامك تكون نشيطة، جسمك يكون نشيط، تقدر تأدي الوظيفة بتاعتك أثناء اليوم بطريقة حلوة. فطالما نقرر أنك أنت اتفرض عليك الحتة دي والمعيشة دي، نظم على حالك وخطوة خطوة تمشي لقدام وخليك متفائل. أكيد. زي نرجع لموضوعنا انه الجنسك بيخليك تستفيد من الاكل والشراب، ولازم جماعه احنا الوجبات بتاعتنا ورغم المعاناه انه احنا ننظمها، لانه الغذاء الصحيح في الجسم بيخليك تفكر صح، بيخليك تعبر في الدنيا. الجنسج بيخلي البشره نضره جميله ما فيها اي مشاكل، بيخليك حتى لو انت سهران اخذت مسحت منه بيخليك نشيط، لانه هو مكمل غذائي كويس جدا. اذا جيت من ناحيه التخسيس من ناحيه التسمين نفس الحكايه. الجنسك انت والله مثلا حتى في الاطفال، يعني مثلا خليك انك انت كمراه عايزه مثلا تسمني حتات معينه، انت كطفل في جماعه اطفال ما اكلهم بسيط، صحيح بيعانوا من فالام اللي بتراعي الطفل بتاعها بتاخذ الجنسك برضه للاطفال، وامن للاطفال وللرضع وللحوامل وطبيعي ما فيه اي مشاكل. لكن انا عايزه اتكلم في نقطه مهمه يا جماعه، الجنسج الموجود في العطاره ده ما بيتاخد كتجميل، في الناس ما فاهمه هسه الان بيسمعوا كلامي، والله الجنسج اتكلمت عنه الدكتوره جميل ورهيب وحلو ويمشوا العطاره يجيبوه، بيؤدي للمشاكل، لازم تحت اشراف الطبيب ولازم بتركيبه معينه، ما في حاجه ساي، يعني انت حتى البنادول ده ما بتاخده ساكت، حتى الافراط في اي شيء طبيعي، حتى الاكل ده لو انا اكلت اكثر من اللازم بيعمل لي تخمه. حد جبت لي هسه هنا ده يعني اكله او وجبه مشهيه اشيل واكل منها واخذ منها تعمل لي تخمه. فلازم كل حاجه تكون مناسبه وكل حاجه تكون بقدر مناسب لك انت عشان ما تحصل لك مشاكل.
فالجنس الموجود في العطارة ما عنده أي علاقة بالتجميل، عشان الناس تكون فاهمة وعارفة، وما دعاية لي أنا. الجنس لازم يكون بطريقة مناسبة، بقدر مناسب، بجرامات، بتوزن بجرامات مناسب تاخديه، سواء كان في الشعر أو في الجسم أو في التخسيس أو في التسمين أو حتى في الأمراض الموجودة كالغضروف، الرطوبة، العضلات، الإحساس، الضمور في المخ، نتفق بتاخد بنسب معينة. نعم نتفق تماما، لأنه الجنسنج هو الجنسج، أيوة هو بيشبه الإنسان على فكرة. أيوة الجنسج هو يعني زهرة أو عشبة مهمة جدا للبشرة، مهمة جدا لعلاج كثير من الأمراض، لكن بقدر معين وبنسبة معينة تحت إشراف الطبيب، تحت إشراف الطبيب. أيوة دي مهمة جدا. هل هي عندها عمر معين في الاستخدامات التجميلية؟ تحديدا بنتكلم عن الاستخدامات التجميلية لهذه العشبة اللي بتغير من مظهر المرأة تحديدا. نعم. عندها عمر معين ولا لا؟ انت ممكن تستخدمها من عمر انت طفل لغايه ما عمر 70 و80، ربنا يدينا العمر والحياه، ممكن يستخدموها الكبار والصغار. على فكره انت لما تيجي تعمليها حتى لو عمرك كبير يبان عمرك صغير، لان هي بشد الوش، بشد الجسم، حتى لما تمسحيها طبعا في الجسم تكون رهيبه شديده. لا دي مهمه شديد، يعني موضوع انه الشيخوخه المبكره دي، ده ان شاء الله ربنا يكفينا شرها ان شاء الله. دي كعبه شديد. فالمظهر زي ما قلت لك، حتى لو احنا كده لو لاحظت الطفلة الصغيرة بتيجي تقول لك والله أنا نفسي في شعر، أنا نفسي أكون منورة، نفسي أكون بيضة. دي الطفلة الصغيرة، تعالي شوفي الحبوبة 70 80 سنة بتعمل اهتمام لروحها عشان ترجع لشبابها. ما هو دي طبيعتنا كده، نحن عايزين كده، يعني اتفرض علينا كده كمرأة، اتفرض عليك الروح كمرأة، اتفرض عليك الجمال كمرأة، اتفرض عليك الاهتمام، نخلي السلبيات ونهتم بروحنا. وانا بقول حاجه، يعني المراه تهتم بروحها هي وبنفسها هي، علشان كل حاجه تكون مهتمه، عشان كل حاجه تكون منظمه، عشان عيالك هم ذاتهم يمشي على الوتيره بتاعتك، عشان بنتك، وده حاجه مهمه، بنتك تقلدك وبنتك تمشي على النهج اللي انت بتمشي له، بتمشي فيه. عملتي فرد، بنتك بتعمل فرد، عملتي كريمات كيماويه ما عارفه بنتك بتعمل كريمات، بنتك بتعمل كريمات كيماويه، لان هي بتقلد استخدمتي. وعلى فكره بمناسبه الحاجات الطبيعيه، مثلا عندك الترمس المسحون مثلا، ما عندك والله حق الجنسي، الجنسي ده ما لميت فيه ولا شيء، انا ما لميت فيها، او اي زول انا والله ما قد... يا اخي انا ما قادر اطلع من البيت ده ذاته، ما عارفه اعمل شنو، امشي المطبخ، الترمس المسحون المفروض يكون موجود. البن، البن، البن رهيب جدا، البن بيخش فيه الدقيق العادي بتاعنا ده، مهم بالمناسبه بيشيل الحبوب. وانا بقول يا جماعه البنات اللي فيكون الفتره بتاعت المراهقه اللي هي الاعمار بتاعت الشباب بيكون والبثور، ايوه بيكون هاي التغيرات 13 14 هرمونيه في الجسم، يمشوا البن المسحون يضيف عليه دقيق العادي ومع الدخن المسحون يضربوه بمويه، وبعدين ما فيه مغادر عشان الناس ما تقول المغادر وما عارفين نعمل شيء. العين، العين مقياس عادي جدا، اضربيه وتعالي اعملي لي بنتك، ولا كريمات ولا حاجه. عندك الصابون الطبي العادي، ما عايز اذكر لي انا صابونه معينه بدون ذكر اسماء، الصابون العادي بيقول لك الطب انه مفترض الانسان يعني يغسل وشه او بشرته صباح ومساء او مره واحده. انا بقول لهم لا، احنا شايفين انه ده في الشمس الضغوطات دي والدهون الزايده دي، مع الصلاه 5 مرات التزام مع الصلاه، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، شيلي صابونتك وامشي غسل. الاهتمام مهم شديد، امشي غسلي وشك وظبطي حالك وانت وبناتك. عندك الحلبه، والله يقول لك انا الحلبه دي، طبعا في ناس بيكون عندهم الفلهمه او في ناس مش الفلهمه ريحتها، أيوة او يقول لك في ناس كده نفسيا، خليني من الفلهمه حتى نفسيا كده يعني. والله ما بيتقبلوا ليه ما يتقبلها، طالما حاجه انا بتطلعني حلو، وبعدين حاجه انت في البيت، حاجه انت موجوده في البيت، الحلبه المسحونه اشربيها، اغلي الحلبه العاديه قبل ما تسحنيها، برضو فيها فوائد وفيها تنشيط للعضل وفيها مقاومه للتعب والاجهاد، وفي نفس الوقت اسحنيها وتعالي اعملي منها مقدار معين واضربيه في الجسم، لونك بيقبل ذهبي. حاجات طبيعيه وحاجات في متناول اليد، ولا عايزه لا قروش كثيره، ولا اذا انت تعبانه ولا اشياء بتعمل تصبغات وبتتاثر مع الشمس. يعني يعني تخيل احنا كلنا فاهمين قد ايه البنات بقت او النساء تهتم بيجوا لمفهوم الكريمات الكيميائيه الخطر جدا بتاثر على البشره. دي حاجات بسيطه في البيت بتغير من لونك، نعم، لون بشرتك للاجمل للافضل للانظر اكيد. طيب فوائد العشبه تحديدا للمراه فوق ال 20 وتحت ال 20 سريعا كده. فوائد العشبه الجنسي فوق ال 20 بتعمل شل البشره،
بتعمل مقاومة ضد الإجهاد، وبالذات الهالات وانتفاخ العين. في ناس لما يكونوا نايمين ويصحوا من النوم تلقى العين انتفخت، وفي ناس ساكت كده تلقى إنه على فكرة حتى الإحمرار بتاع العين إذا أنت مسحت الجنس في الجفون بيشيل لك، وأنت فوق بيشيل لك العشرين الهالات. بيشيل لك الهالات. تحت العشرين طبعا دايما الناس تحت العشرين تلقى إنهم في إفرازات جميلة وحلوة في البشرة، لكن الناس ما قادرة تستفيد من في دهون على فكرة احنا دايرينها في البشرة. تحت العشرين انت اذا مش كريمات حاجات طبيعية مثلا الجنسي تدخلي فيه الكستر، تدخلي فيه الدقيق، تدخلي فيه الدخن المسحوم مع الجنسي تضربيه كماسك، تحت العشرين بديك نضارة ورونق. يعني انت من بعيد بتجي تقول والله ما شاء الله، والله شوف بشرة صحية كيف، بشرة طبية كيف. ده تحت العشرين. فوق العشرين طبعا مشاكل كثيرة، وانت داخل على 30 وداخل على 40 ده، ومع الهموم ومع الضغوطات ومع النفسيات، ومع عشان كده اهتم بنفسك شديد. الجنسي بيتقلب على الحاجة دي حتى لو انت تعبان من جوا، خارجيا بيتقلب على الإجهاد، وبتقلب زي ما قلت وبكرر وبتقلب على التعب بتاع البشرة مش التعب. وعلى فكرة في نقطة مهمة شديد، الجنسك بيصلح النفسيات. ليه؟ لأن قبل أنا اتكلمت قلت لك أثناء ما أنت بتاكل بتشربي الجسم ما قادر ياخد يعني قدر كافي لروحه او للغذاء ما قادر، لكن انت اقل وجبه او اقل انت لقمه اكلت اثناء اليوم الجنسك بيخلي بيعوض لك، بيعوض لك او مكمل غذائي الفاقد بينشط ايوه الجسم. طيب هل للعشبه دي تحديدا يعني دور في علاج الاكزيما؟ يعني واحده من الامراض ايوه دي مهم شديد على فكره. في ناس بيعانوا من الاكزيما من هم صغار ما بيعرفوها. اي في ناس ما بيعرفوها. اي فعلا، يعني مثلا يقول لك والله من انا صغيره بعاني من الحساسيه، حتى حساسيه الدخان ممكن تكون موسميه هي او يعني وقتيه. نعم. ما دائمه. اي في او الحكه بتاعت الشعر الاكزيما طبعا هي مزعجه وغير مزعجه، يعني حاره والالم بتاعها حار ومقلقه، فالجنسي بيتقلب عليها من 3 يوم فقط. يعني انا عندي تجارب وحالات رهيبه من 3 يوم فقط او 4 ايام او اسبوع بتلقى نفسك الاكزيما اللي كنت بتعاني منها سنين انتهت في 4 ايام فقط. ليه؟ لانه تاني ارجع انه جنسك مكمل غذائي بخليك تستفيدي من الغذاء اللي انت بتاخديه خلال اليوم. بالمسح العلاج؟ بالمسح العلاج. يعني مثلا والله في ناس بتجوني على حسب الحالات، انا ممكن اديك التركيبه، طبعا التركيبه هي خام، الخام تركيزه عالي شديد، لازم ينكسر. ينكسر زيت زيتون او زيت ذره او زيت سمسم حسب ما انا اشوف الحاله بتاعتك. ايوه حسب الحاله بتاعتك اللي انا بشوفها بقوم بديك بقول لك والله النسبه كده من معينه تعملي بها كده. يعني بيكون في حوار بيني وبينك مش تشيري العشبه، عشان كده بقول لهم يا جماعه ما تمشوا العطار عشان ما تقولوا هلا شو جات قالت لكم الجنس سنين مشينا والله العطار جبناه ما عملت حاجه. الناس تكون واعيه وفاهمه حته زي دي، ما تمشي العطار تشتري الجنس الموضوع انتهى، لان انا ما بتكلم عن البودره حقت الجنس. بودره الجنس من ناحيه طبيه عن طريق الفم، انا بتكلم من ناحيه تجميليه، جرامات معينه تحت اشرافي انا بديك ليها. انت جيتيني والله استخدميها كده عمليه كده رطو الرطلين لا نصرته لا الكريم كده. فهي بفهم وبنظام ما سعي. مهم جدا انه الانسان ما يتخذ اي خطوه تجاه نفسه طبيا تجميليا بدون ما يلجا لطبيب. نعم. كانت معنا الدكتوره هاله شو او دكتوره هاله عبد الرحيم علي اختصاصي الطب البديل، تحدث عن عشبه الدينسنج اللي هي عشبه مهمه جدا، عشبه مهمه جدا من الناحيه التجميليه للمراه وللرجل ايضا. احنا شاكرين لك كثير جدا دكتوره هاله، شكرا جزيلا لك. العافية، وكانت لحظات جميله، اتمنى انه الناس تكون استفادت وقضت معنا اوقات حلوه، وربنا يديكم العافيه، واقول لكم اهتموا، واقول لكم سمح المهله. نعم.